أهلا بكم مشاهدينا ونشرتنا الاقتصادية المفصلة. وفيها نفت إدارة البورصة المصرية ما تردد بشأن اختراق أنظمتها، مشيرة إلى أن الخبر عار تماما من الصحة. وأكدت البورصة في بيان لها اليوم على أن أنظمة التداول الموجودة بها تتمتع بأعلى درجة من الحماية والسرية واسعة، مع تمتعها بأحدث الأساليب التقنية المسؤولة عن تأمين الشبكات والبيانات، والتي تقوم بالفصل التام بين شركات السمسرة ووحدات العمل المختلفة داخل نفس الشركة. وأوضحت البورصة أنها كشفت دخول إحدى شركات السمسرة على ناتج العمليات اليومية لبعض شركات السمسرة الأخرى بعد نهاية عمليات التداول اليومية، مشيرة إلى أنه جاري إجراء التحقيقات اللازمة. على صعيد التداولات، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية قبيل نهاية التعاملات بداية الأسبوع، متأثرة بعمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والأجانب، فيما مال المستثمرون العرب نحو الشراء. وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة أكثر من 3 مليارات جنيه، ليبلغ مستوى 495.625 مليار جنيه. أعلن وزير الزراعة صلاح هلال أنه سيتم البدء فورا في إجراء حصر شامل لجميع الفلاحين والعاملين بالزراعة في مختلف المحافظات كي تشملهم مظلة التأمين الصحي. وأوضح الوزير أن التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة هو نظام تكافلي وإلزامي يقدم لهم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي للمنتفعين، وذلك من خلال جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحدتها. كما أكد وزير الزراعة حرص وزارته على إنجاز آلية واضحة لتنفيذ نموذج الفرافرة الجديدة ضمن مشروع استصلاح المليون فدان، لتكون عبارة عن مشروعات زراعية تنموية متكاملة. كشف التقرير الشهري لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية عن استقرار أسعار معظم الخامات الحديدية في الأسبوع الأخير من شهر إبريل الجاري، بعدما شهدت ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه. واستقر سعر طن الحديد البلط الخام في صناعة الحديد عند 400 دولار، بينما استقر سعر طن حديد التسليح دون زيادة عند 455 دولار. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن خطط الموازنة الجديدة 2015-2016 لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقدر بنحو 28 مليار جنيه. وأوضح الوزير أن الهيئة تستهدف بدء مشروعات جديدة واستكمال تنفيذ مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، واستكمال تنفيذ وحدة الإسكان الاجتماعي المليون وحدة، وتنفيذ مدن توشكا الجديدة، العلمين الجديدة، شرق بورسعيد الجديدة، بجانب تنفيذ المرافق الرئيسية على مستوى المدن الجديدة والقائمة. وقال مدبولي أن الهيئة حققت فائضا في موازنة العام المالي 2013-2014 بلغت 1.8 مليار جنيه. للمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس كمال فهمي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية. أهلا وسهلا فندم. الملاحظ الاهتمام هو المشاريع الجديدة الكثيرة في هذه الفترة، علاوة على أن هناك فائض يقدر ب 1.8 مليار جنيه، فلماذا لم يوجه هذا الفائض تلقائيا للانتهاء من مشروع ابن بيتك؟ لا وسيادتك، خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 14-15 احنا كان عندنا 14 مليار جنيه، الحمد لله حتى تاريخه نفذنا بحوالي 9 مليار جنيه. نعم. ان شاء الله في نهاية العام اللي هو حتى 30/6/2015 سيتم تنفيذ باقي المبالغ المتاحة اللي هي ال 14 مليار جنيه. نعم. احنا من ضمن المشروعات اللي هي المشروعات اللي في خلال الخطة هو استكمال اعمال الخدمات في كل المدن وليس ابن بيتك فقط. نعم. من ضمنها ابن بيتك. ابن بيتك احنا عندنا خدمات بجاري انشاء حوالي 6 مدارس متوزعين على 7 مناطق، ان شاء الله هيدخلوا الخدمه باذن الله العام القادم ان شاء الله. عندنا خدمات صحيه، عندنا خدمات اسواق تجاريه، عندنا حضانات، كل ده باذن الله. استاذ كمال، هل هذا يعني ان مرافق ابن بيتك اصبحت كامله الان؟ لان كانت هناك شكوى متكرره من فكره ان المرافق الرئيسيه من صرف ومياه وكهرباء هي مشكله هذا المكان. لا
لا هو احنا الحمد لله الوقت المياه والصرف والكهرباء الحمد لله ما عادش فيهم مشكله. احنا شغالين دلوقتي في طبقه الاسفلت اللي هي الطبقه النهائيه في ابن بيتك. في عندنا مشروعين كبار جدا واخدهم شركات قطاع عام بالامر المباشر عشان الاستعجال وان احنا نخلصهم بسرعه. من المشروع الواحد هم مشروعين بحوالي 250 مليون جنيه احنا شغالين فيهم حاليا، وان شاء الله هيخلصوا قبل نهايه العام باذن الله 2015 ان شاء الله. استاذ كمال يعني عذرا للمقاطعه، ماذا عن طرح وحدات جديده من الاسكان الاجتماعي او من الوحدات المختلفه في التقسيم، وماذا ايضا عن طرح الاراضي باسعار مناسبه للجمهور؟ ان شاء الله سيادتك احنا عندنا الاسكان الاجتماعي اللي هي المليون وحده. احنا خطه هيئه المجتمعات العمرانيه خطه طموحه في هذا المجال. احنا الوقت حاليا جاري انشاء 53,000 وحده ان شاء الله هينتهوا بنهايه العام 2015 بخدماتهم كامله. يعني احنا مش هنسلم حد الا ما تكون المدرسه موجوده، الوحده الصحيه موجوده، السوق موجود، متكامله المرافق ان شاء الله. نعم. باللاندسكيب كمان. نعم. ان شاء الله في خطه 15 16 باذن الله احنا عندنا 51,000 وحده سكنيه جاري طرحهم دلوقتي ان شاء الله. هيبداوا التنفيذ في 1/7 في معظم المدن الجديده ان شاء الله، واحنا بنركز على المدن الصعيد والمناطق اللي عليها طلب بالنسبه للاسكان الاجتماعي زي مدينه العاشر من رمضان، مدينه بدر. نعم. مدينه 15 مايو، ومدن الصعيد ان شاء الله زي بني سويف وسوهاج وطيبه وقنا. نعم، استاذ المهندس كمال فهمي نائب رئيس هيئه المجتمعات العمرانيه، شكرا لك على المداخله والتوضيح. أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن إنشاء صندوق لدعم الابتكارات بتمويل حكومي بنسبة 100% بقيمة 250 مليون جنيه، يستهدف دعم المشروعات المجتمعية الغير تقليدية خارج الإطار الحكومي. وأكد العربي أن استراتيجية 2030 ركزت على الوصول بمصر لتصبح بنهاية 2030 من أفضل 30 دولة على مستوى العالم في المساهمة بأكبر الاقتصاديات ومكافحة الفساد. أكد خبراء وزارة الزراعة على أهمية دعم الوسائل والسياسات الآمنة لمكافحة آفات الحاصلات الزراعية، ومن بينها إنتاج الحاصلات الزراعية المقاومة للإصابة بالآفات. كما أكد المشاركون خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لمعهد بحوث وقاية النباتات الذي تنظمه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكدوا على ضرورة تشجيع استخدام التكنولوجيا الحيوية والجزيئية لإنتاج مركبات آمنة وفعالة. في مسعى لاستحداث وسائل متطورة لزيادة الانتاج الزراعي، عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المؤتمر الدولي الخامس لمعهد بحوث وقاية النباتات، وذلك بمشاركة نخبة من العلماء المصريين ووفود من الدول. سلسلة مؤتمرات بيعقدها المعهد كل 3 سنوات، وبيعد أكبر تجمع علمي في مجال وقاية النباتات ومكافحة الآفات في المنطقة العربية وكثير من الدول. إن المشارك معنا في المؤتمر أكثر من 7-8 دول عربية وأجنبية في هذا المؤتمر، والمؤتمر بيبحث دائما في عملية التواصل بين العلماء في مجالات مكافحة الآفات والسبل الآمنة في لمكافحة الآفات للحفاظ على البيئة والحفاظ على المحصول. تواصل مع العلماء في جميع دول العالم لتحقيق أهم سبل المكافحة النظيفة والآمنة وتقليل استخدام المبيدات وضمانا وحرية وضمان لسلامة وأمن المواطن في غذائه. المشاركون أكدوا أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات والرؤى لزيادة الإنتاج الزراعي لسد الفجوة الغذائية من خلال إيجاد وسائل آمنة لمكافحة الآفات الزراعية للوصول إلى التنمية المنشودة. الهدف الأول من هذا المؤتمر هو إيجاد حلول تطبيقية في الميدان لحماية النباتات وحماية المنتوجات الزراعية، لأننا نعيش في بيئة كثرت فيها الأمراض. المؤتمر هذا يعتبر من أهم المؤتمرات اللي ممكن احنا نشارك فيها كدول عربية كأمة واحدة، نتناقش فيها على أهم نتائج أبحاثنا اللي بتخص الزراعة المستدامة. وبالنهاية احنا كلياتنا بنسعى وبنصب في الأمن الغذائي لأمتنا العربية. يذكر أن وزارة الزراعة قطعت شوطا كبيرا في تطبيق طرق المكافحة النظيفة والآمنة لآفات الحاصلات الزراعية، كما أنها تشجع استخدام المركبات الحيوية والوسائل الطبيعية في مكافحة معظم الآفات الزراعية.
تشارك مصر بوفد رفيع المستوى في الدورة 23 من منتدى الاقتصاد العربي والتي تنعقد في بيروت الثلاثاء المقبل. ومن المقرر أن يلقي خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ممثل الحكومة المصرية كلمة في جلسة افتتاح المنتدى إلى جانب رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلم. ويعقد المنتدى سنويا في بيروت منذ عام 1993 وتنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالبنك المركزي وبمشاركة العديد من الوزراء المختصين. توجه وزير السياحة خالد رامي اليوم الأحد إلى دبي على رأس وفد سياحي مصري للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر سوق السفر العربي الذي يقام هناك. وأكد رامي أن القطاع السياحي المصري الحكومي والخاص حريص على المشاركة في فعاليات هذا الحدث السنوي الهام الذي يعد فرصة للترويج للمنتج المصري. تقدر الإشارة إلى أن معرض ومؤتمر 22 يلقي الضوء على السياحة العائلية وتكنولوجيا السياحة في العالم والمنطقة، ويستضيف أكثر من 23 ألف زائر وأكثر من 2700 شركة عارضة. صرح رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نجريفان بارزاني بأن اتفاق أربيل مع بغداد تم على أساس قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 الذي أقره مجلس النواب العراقي، ويقضي الاتفاق بإرسال بغداد 1,200,000,000,000 دينار عراقي شهريا إلى الإقليم مقابل التزام الإقليم بتصدير 250,000 برميل نفط شهريا من حقول إقليم كردستان و300,000 برميل يوميا من حقول كركوك. وافق صندوق منظمة أوبك للتنمية الدولية أوفيد الذي يتخذ من العاصمة فيينا مقرا له على تقديم منحة مالية بقيمة 300,000 دولار إلى نيبال تخصص لشراء مواد الإغاثة الضرورية وتمويل عمليات الدعم الطارئ اللازمة لضحايا الزلزال الذي ضرب نيبال مؤخرا. وأكدت إدارة الصندوق أن المنحة تأتي كبادرة لإظهار التضامن مع نيبال، مؤكدة أن الصندوق عامل بشكل وثيق مع حكومة نيبال منذ عام 1976 لمساعدتها على زيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وإلى بكين التي أكدت أهمية إجراء محادثات بين الرئيس الصيني وتايوان حول انضمام الأخير إلى البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية. وتوقع كبير المستشارين السياسيين بالصين يو تشانغ شينغ أن تتضمن المحادثات مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن 21 والتعاون الاقتصادي الإقليمي لتطوير السوق الدولي ولفائدة الاقتصاد الصيني ككل. وأوضح يو تشانغ شينغ أن الجانبين يجب أن يسعيا إلى التنمية السلمية للعلاقات بالالتزام بتوافق عام 1992 ومعارضة استقلال تايوان. تشتهر الهند بمنتجاتها الذهبية رفيعة المستوى، كما يعتبر الهنود الذهب رمزا للرخاء والعافية والجمال. ويزداد الإقبال على مشغولات المعدن الأصفر الذي يمثل ثاني أكبر الواردات بعد البترول، ويعتبر الذهب ملاذا آمنا في حالات التضخم والأزمات، كما يكتسب أهمية كبرى في الاحتفالات الهندية. معظم النساء في العالم ورعهن بالذهب، وفي الهند تزداد مكانته ليصبح رمزا للرخاء والعافية والجمال. ديربكانا أقدم بازار هندي للمجوهرات في الأحياء القديمة في العاصمة دلهي يشهد منذ 21 من أبريل الماضي زخما بمناسبة رأس السنة الهندوسية التي يراها الهنود فترة مناسبة للتزاوج يطلقون عليها أكشاي تيراتيا. المحال امتلأت بكل جديد ومذهل من العقود المرصعة والأقراط والعملات المعدنية وغيرها مما يخطف ألباب النساء. أشتري الذهب في الفترة الحالية بمناسبة الاحتفال بذكرى زواجي 25، كما أنها مناسبة مهمة للشراء. وارتفع سعر المعدن الأصفر لزيادة الطلب عليه بالتزامن مع الاحتفال بالأعياد الهندية. نحن نعتقد أنه لا بد من شراء أي شيء للاحتفال برأس السنة الهندوسية، ولكن في الوقت الحالي النقود معنا لا تكفي للشراء.
تسعى الهند لتكون أكبر مشتر للذهب في العالم، ولكن فرض ضريبة 10% وفرض قيود أخرى تسببت في هبوط حاد في المشتريات. ويمثل المعدن النفيس ثاني أكبر الواردات بعد البترول، ويعتبر الذهب ملاذا آمنا في حالات التضخم والأزمات، كما يعتبر الهنود من عشاق المعدن الأصفر ويكتسب أهمية كبرى في الأفراح والاحتفالات. مشاهدينا، انتهت أخبار هذه النشرة وهذا التذكير بالعناوين. البورصة تنفي اختراق أنظمة التداول بها وتؤكد امتلاكها لأقوى وأحدث نظم الحماية، ومؤشرات السوق تعود إلى دائرة الخسارة. موازنة طموحة لهيئة المجتمعات العمرانية تقدر ب 28 مليار جنيه، ووزير الإسكان يؤكد أنها حققت فائضا بقيمة 1.8 مليار جنيه العام الماضي. رواج في سوق المشغولات الذهبية في الهند بمناسبة الاحتفالات بالأعياد المحلية، ونيودلهي تسعى لتكون أكبر مشتري للمعدن الأصفر في العالم. انتهت النشرة، دمتم في أمان الله.